الأمانة والشجاعة أن تقطع رؤوس الثعابين. طاغية إيران منبع كل سم وثعبان، أرواح ودماء. هل نرقص مع الثعبان؟ بلد ينهار، هل نبحث عن مزمار؟ الدين النصيحة، فإذا عزمت فتوكل. بهذه التساؤلات وجه المرجع الصرخي نصيحته لرئيس الوزراء الكاظمي بعدما تداولت وسائل إعلام عدة تصريحا له حول سياسته في ترويض الأطراف المتصارعة والميليشيات المنفلتة أمنيا ورؤوس الفساد، قائلا: أرقص يوميا مع الثعابين، ولكني أبحث عن مزمار للسيطرة عليهم. حسب ما نقلت عنه صحيفة الجارديان البريطانية، فغرد المرجع على منصة تويتر مستغربا من هذا التصريح على فرض صحته، قائلا: الأمانة والشجاعة أن تقطع رؤوس الثعابين. قال خاتم المرسلين عليه وعلى آله وصحبه الصلاة والتسليم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. إن صح ما قيل، أرقص مع الثعابين يوميا وأبحث عن مزمار للسيطرة عليهم. أقول إن عجبي لا ينقطع من مثل هذا الكلام، فالمتوقع أنه يصدر من ساحر أو لاعب سيرك أو ممثل يؤدي دورا مسرحيا. أما الإنسان العاقل الشجاع الذي حمل أمانة عظيمة خطيرة وتحمل مسؤولية قيادة العراق المحطم المهدد بقاء ووجودا، وصار مسؤولا عن أرواح الملايين المقهورين من الفقر والقتل والترهيب، فعليه أن يقطع رؤوس الثعابين لا أن يرقص معها ويروضها، وعليه أن يحصن العراق من دخول الثعابين التي يفرخها ويصنعها طاغية إيران. وبهذا فقط وفقط يكون الخلاص، حيث سيجد الدعم من الجيش والشعب ويلقى احترام الدول وشعوبها، وسيقف الجميع معه، ومن الله التسديد والتوفيق. قال القوي العزيز: فإذا عزمت فتوكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه.